هذه نقطة الشرطة زي اليوم الأخضر تعطيهم تعليمات تخلي يفتوح يشوفوا عندك فوري. حبيب حسين يضبط حسين الحين غاية الخيمة وتصبحون على خير. هذا حسين الحين حفار القبور. حسين شوف كيف يحفر. حبوب ذا مال صالة كذي عمك يقول لك ايه مخرط الكيس. شكل هذا في البانك ولا بس بالضبط صح؟ يا اخي انت صويب انت. قلب فوات بلا ماي شوية ولا نصور ذا هاي شيء يعني غفل. لا الورقه غفل. بس خليك تصوب منك. اقول لك هنا تلفوني يا مدبه. اعطينا الكشاف صغير. لا بس خليك كذا اول ثاني يمو يا غفل على الخيمه. والله ما تساقب نوم انا بس اعطيك موديل جديد. لو مذوب له شوية زعفران أبو عبد الله. هذا أبو عون. هذا لو مذوب له شوية هلا حبيبي هلا. لو مذوب له شوية زعفران من غير ها ما حطيت له بصل.
واشقار العلعلان ما شاء الله كثيرة هنا. شجرة العلعلان موجودة فقط في جبل شمس والجبل الأخضر، يعني تقريبا هنا موجودة هذا المكان فقط، تحتاج لها الجو المعتدل والتربة اللي هي الخصبة. هني فيو صح لو كنا هناك داخل. ايوه في بيوت هذاك وادي النخر. هذا المسير، شوفوا المسير، في مسير بنقربه ان شاء الله يوم الليل. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ ما الاخبار؟ انا وين وهالمكان وين؟ اوكي بدو يلا الحين قرب قربوا معي. I'm getting it.